في مصر، الحمد لله يا رب. لكن مع الأسف تلقيتي بعض الانتقادات بالجلفة كثيرا، الجلفة ما تقبلوش فكرة انك مصممة كامل، يعني من باب انك مصممة نايلي ولا مصممة؟ انا علاه قالوا لي شغل راكي حرفتي في النايلي، يعني غيرتي في عصرنتيه. فوالا هي كلش عندنا احنا تعصرا، يعني نوكبوا الجيد راها فوالا، نوكبوا الموضه هذا مش قران، ماشي قران. هما بعض الناس غيرتهم على حبهم لباسهم التقليدي، يعني بحسن النيه ماشي سوء النيه. نعم بالحسن النيه تاعهم كي شافوا التصاميم تاعها على جرام يلقبوها، كان الناس ياسر راهم يدعموا فيها، لقبوها بالام الروحيه النيلي مودرن، لانها تعتبر اول وحده. هذا الشيء اللي خلاني شغل ندعمها، انا نعتبرها مفخره للجزائر، وسجلت اسمها بحروف من صافا ديريكتيفي تاع قبيله تاع الرجال الجزائري او ديريكتيفي محاسن. لا صح جاي الواقع، لا لا الواقع على بالي بلي راني ندعم فيها 100%. صافي بليزير والله صافي بليزير. شوف كوب لاكا متفاهمين، ودارت صوره جديده للنايلي، رجع لمكانته، ولاو دوك المصممين الكبار كامل يطلبوا فيه. لاحظوا المصمم العالمي كريم اكروف في خرجاته كي يخرج مثل الجزائر في المهرجان الدولي، عمره ما دار النايلي. كي شاف اللباس تاع النايلي تاع محاسن في اكتوبر اعجب به وجا وشجعنا، كي استدعوه في سلطنة عمان في ديسمبر الماضي، دخل النايلي مودرن في الكوليكسيون تاعو. يعني